اهلا بيكم في قناة ام يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل طريقة جناش الشوكولاتة البيضة اللي هو بيبقى كريمي وبيستخدم في تزيين التورتة، وممكن احنا نزين بيه الكب كيك. الوصفة دي ميزتها ان هي كريمية اكتر من اي وصفة جناش شوكولاتة جربتها قبل كده. هنحتاج 470 ملي كريمة خفق، 160 جرام شوكولاتة بيضة، احطها على حمام مائي وافضل اقلب فيها لغاية ما الشوكولاتة البيضة تدوب كلها. هو كل جناش الشوكولاتة البيضة بيتكون من المكونين دول، الكريمة والشوكولاتة البيضة، مفيش فرق، بس الفرق كله بيبقى في النسب. في نسبة بتخلي الجناش يبقى متماسك اكتر، في نسبة بتخليه كريمي اكتر، في نسبة تخليه سايل اكتر. فالنسبة دي هي المناسبة ان احنا نفرده على تورتة، نحشي بيه كيكة، يعني بيكون كريمي اكتر وسهل الفرد. بعد ما ندوب الشوكولاتة نحط الجناش في التلاجة لغاية ما يبرد تماما، وبعدين هضربه بالمضرب الكهربائي لغاية ما اوصل لقوام الكريمة اللي هنشوفه مع بعض. انا مش مقصتش الفيديو هنا علشان تتابعوا خطوات تطور الكريمه وتعرفوا بالظبط الوقت الحقيقي اللي محتاجه الجناش علشان يوصل للقوام اللي احنا عايزينه.
زي ما احنا شايفين كده الكريمة ابتدت تتقل والجناش ابتدى يتحول لقوام كريمي، او هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصله، كريمة ناعمة نقدر نفردها بسهولة. هي دي النعومة والانسيابية اللي احنا محتاجينها علشان نعرف نستخدم الكريمة بسهولة او نستخدم الجناش بسهولة وما يبقاش فيه صعوبة في التعامل معاه. كده تبقى خلصت وصفتنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.